أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أقيمت الجمعية السعودية للسرطان العديد من الحملات التوعوية، وكان منها فعالية مركز العبد اللطيف للكشف المبكر. كانت كاميرا سيدتي متواجدة هناك وصورتنا هذا التقرير، خلينا نشوفه مع بعض ونرجع. من الحملة العالمية للتوعية بسرطان الثدي، وامتدادا للأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان ممثلة بمركز عبد اللطيف للكشف المبكر، اختتم المركز فعالياته للكشف عن سرطان الثدي. واشتملت الفعالية بتقديم المركز خدمة الكشف المبكر عن طريق العيادة المتنقلة عربة الكشف المتنقلة، بالإضافة إلى تقديم العديد من المحاضرات. على فكرة أنا حابة أطمن كل السيدات أنه في الفحص المبكر عن سرطان الثدي مرة بسيط، يعني ما يبغاله إلا 5 دقائق في السنة، 5 دقائق بس، يعني أنه الوحدة تجي في مركز متخصص زي مركز عبد اللطيف تعمل كشف الماموجرام، ويعني بالكثير من 5 ل 10 دقائق هو وقت الفحص، وان شاء الله يعني انه تطمن على حالها. يعني فانا اتوقع انه كون انه تدي لنفسها 5 دقائق في السنه كامله يعني مو حرام، يعني مو حرام ابدا، بالعكس. يعني والله انا اشوف ضروري ومهم جدا انه الواحده تسوي اللي هو اشعه الماموجرام، مهم جدا لانه يبين حتى لو لسه في بدايته، لو ان شاء الله سانتي هيبان. الجدير بالذكر أن مركز عبد اللطيف للكشف المبكر بالرياض هو أحد المشروعات الرائدة للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، ويعد من المراكز الأولى في الشرق الأوسط للكشف عن سرطان الثدي. مشاهدينا، تفاصيل أكثر نتعرف عليها مع ضيفتنا في الاستوديو لطيفة ناصر البصيص، مشرفة في قسم التعليم والتدريب في مدينة الملك سعود الطبية. مساء الخير أستاذة لطيفة. مساء الخير، يسعدني جدا اللقاء هذا. طبعا هذا جدير بأن نفيد فيكم كقناة متعاونة لتفعيل أي برامج توعوية تفيد المجتمع. أكيد هذا واجبنا كمان إحنا في الإعلام. أستاذة لطيفة، إحنا اليوم 31 أكتوبر، آخر يوم في شهر أكتوبر اللي هو معروف شهر التوعية عن سرطان الثدي. أبغى أسألك كيف كانت الحملة حقت هذه السنة؟ الحمد لله، طبعا أكتوبر مر وقمنا فيه عدة حملات، وكان على رأسها طبعا تحت شرف سمو الأميرة الجوهرة، فكان يعني كانت هذه إحدى الفعاليات، ولكن الحمد لله قمنا فعالية، لكن هذه بالنسبة لنا كانت دافع قوي حنا نستمر حتى لبعد أكتوبر. فإحنا الآن أمامنا حملات إلى شهرين قادمة، يعني مستمرة غير مو شهر أكتوبر. أيوة، عندنا خارج الرياض إن شاء الله خلال شهر نوفمبر وأيضا ديسمبر، خارج الرياض كمان وأيضا داخل الرياض، عندنا أكثر من اللي انتهى، اللي انتهى يعتبر إحنا البداية. نعم، يعني وراح نستمر طول السنة، ولكن عندنا حملة مكثفة جدا خلال شهرين القادمين، وبعد كذا راح نبدأ في المدارس حملة مستمرة لتوعية المجتمع. طيب أستاذة لطيفة، ما شاء الله أنت كمان عضو ناشط بمركز العبد اللطيف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كونك يعني مديرة أو أنك تساهمي في هذا، كيف كانت التدريبات وكيف عملتي عليها؟ أنا الحمد لله أخذت تخصص في سرطان الثدي من واشنطن 3 سنوات ونص، فحبيت إن عملي هذا. طبعاً تخصص في إيش أستاذة؟ تخصص سرطان الثدي. فلما طبعاً عملي يحتاجني في التدريب والتعليم للتمريض كتدريبهم، إذن كان لابد أن تخصصي هذا يستفيد من المجتمع، فكان لمركز عبد اللطيف العبد اللطيف الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أنه يعطي لطيفة هذه الفرصة أنها تنفع مجتمعها بتخصصها. أيضا الجمعية السعودية الخيرية ترأس هذا المركز العظيم اللي نعتبره زين ولي له إنجازات. أنا من جيت من الرياض، من القصيم إلى الرياض، وأنا تحت بعد الله سبحانه وتعالى فعالياتهم أمشي معاهم، ما يمكن يستغنوا عني ولا أستغني عنهم مدى الحياة. يعطيكم العافية. سواء يعني كلنا إحنا في هذا المجتمع هدفنا والإسهام كله توعية المجتمع. طيب أبغى أسألك أستاذة لطيفة، كيف كان الوعي؟ الوعي هل زاد عندنا الوعي؟ اختلف عن السنوات الثانية؟ ما تتخيلين قد إيش صاروا المراجعات على مركز عبد اللطيف، إلى درجة أنهم يعني صاروا ما عاد يلحقون، يعني صرت أنا أرحمهم لأني أنا أحول لهم، يعني من خلال فعالية نقيمها مع بعض، لما نشوف واحدة محتاجة على طول أقول مركز عبد اللطيف، يعني أعرف
مركز عبد اللطيف عند حسن ظني زين، فكان الان جدول مركز عبد اللطيف فل فل فل، لدرجه ان صاروا يستقطبون متطوعات لانه لا يعني ما شاء الله ما عاد يقدرون يغطون يعني، فهم سعيدين في اللي انا اسويه وانا سعيده باللي هم يسوونه، لان في النهايه للمجتمع، المجتمع كان يهرب منا، الان صار يجي لمنا، صار يتصل على المركز، صار زياده في الوعي، زياده جدا ما تتخيلين. الطالبات اول كانوا يهربون الان لجينا المدارس، بالاضافه انهم يسالون، ينتهي وقت المدارس وهم يسالون هم كم يرتبون معنا الديكور، يعني اصبحوا حريصين ويتواصلون معي في الجوال، يتواصلون مع استاذه غاده طبعا، الاستاذ الدكتور غاده هذه مديره تنفيذ البرنامج، واللي اقول لك اياها بكل امانه من هذا المنبر لها بعد الله سبحانه وتعالى الفضل بانها استقالت المركز بصراحه. ابتدى عامه من 2007 كان اول نشاط للمركز وافتتاحه، الان المركز من 2007 الى الان 3 سنوات هذه الاخيره اصبح يعني ما شاء الله تبارك الله الكل ينظر له والكل يتجه له من بين الجمعيات، وايضا لم يقتصر مركز عبد اللطيف على انه فقط للكليات والجامعات والمدارس، لا بل الان عندنا في الجدول للوزارات ومنها وزاره العمل حتى وزاره الصحه، مره كويس يعني متوسعين بشكل ايوه كمان وزاره الصحه احنا صرنا معاهم يد بيد زين. طبعا الانديه الان معنا سمو الاميره الجوهره فتحت لنا المركز ندعو فيه نقيم فيه نسوي فعاليات، ايضا النوادي طرقنا لها، طرقنا الاسكان القوى الاسكان قوى الامن اسكان العسكري، وكان لهم كان لنا ترحيب فيهم. بالامس كنا الصباح في مستشفى العسكري وما تتخيلين قد ايش والله العظيم يعني اقولها لك من هذا المنبر، الناس تجي الموظفين قبل المراجعين يجون يسالوننا زين ويستفسرون، انتهى الوقت وانتهى كل حاجه واستمرينا وياهم لان شفنا عندهم الرغبه بالاستفسار والاجابه. طب في المساء كان لنا افتتاحيه في مركز الامير سلمان، هذا كله كان امس؟ كان كله امس كنا في الصباح وفي المساء. المجتمع يبغانا، طالما المجتمع يبغانا احنا معاه، بعد كذا احنا نخاف المجتمع يرجع، احنا ما نبغى يرجع ما صدقنا ما يرجع، لا الوعي يزيد ايوه احنا نبغى الوعي يزيد، احنا ما صدقنا ان المجتمع يخاف، صار ما عاد يخاف من كلمه سرطان بفضل سبحانه وتعالى مركز عبد اللطيف العبد اللطيف، وايضا اقولها لكم الفم المليان الجمعيه السعوديه الخيريه لمكافحه السرطان سقلت المرضى الى درجه انها حاطه لهم سيارات اسعاف وحاطه لهم سياره توديهم وترجعهم من اماكنهم خارج الرياض وداخل الرياض. كمركز عبد اللطيف نطلع للتوعيه، نطلع بس سياره متنقله طبعا، وهذه ما شاء الله قيمتها يعني هي في الملايين بصراحه، اللي فيها اشاعه الماموجرام عليك نور وفيها التراساوند، وهذه تطلع خارج الرياض وداخل الرياض. احنا كنا قبل كذا شهر في حايل وانقمنا مع 15 يوم كان راعينا سابق قبل شهر اكتوبر، يعني كنتوا قبل ايوه شهر. ايوه احنا زي ما قلت لك مركز عبد اللطيف مستمر ما ينظر لشهرين، شهرين بس يفعل فيها يكثر. طب هنا استاذ لطيف خليني اسالك، تفتكري شهر اكتوبر بالحاله المفروض ما يكون بس شهر واحد للتوعيه؟ عليك نور ليش؟ عشان كذا احنا استمرينا. لو احنا بس حاطين في قاموسنا انه اكتوبر وانتهى الامر، العالم راح تنسى شهر واحد من 12 شهر راح تنسى العالم. احنا نبغى مستمرين معهم ما دام قدرنا عبد الله سبحانه وتعالى نفتحهم، اذا نتواصل معهم. التواصل مع المجتمع يعطيك النتيجه. طب استاذه لطيفه انتم ما شاء الله عندكم حملات غير شهر اكتوبر وعندكم حملات مستمره طول السنه. أبى أسألك برأيك إيش هي أكثر مشكلة تواجهها المرأة السعودية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ أنا أقول لك في عند تواجه 3 مشكلات زي اللي هي؟ أول مشكلة أنها تخاف تخبر زوجها، إحنا بنطرد منها هذا الخوف زين، وكمان نساند حطينا في يعني مرتكم حالات كثيرة تخاف تعلم زوجها؟ أيوه تخاف تخبر زوجها، إحنا ندعمها ونخليها تنسى الشيء هذا وكمان تخاطب مع الزوج. طيب زين ونألف بينهم زين. الحاله الثانيه تخاف تفقد العمل، احنا برضو طردنا منها هذا الخوف وبالعكس واجهنا الان كثير. طيب كيف طردتوا هذا الخوف استاذ؟ انا اقول لك كيف. بلغناها اذا انت كشفتي مبكر وعالجتي مبكر، اذا معناتها انك لو فيك حاجه لا سمح الله راح تشفى وراح تعيشين. لكن اذا انت بتلتي خايفه ولا سمح الله تولد فيك خبيتي، بدل من هو نص سنتي ونشيله فتحة بسيطة وانت باقي على الثدي يكون حميد يعني مثلا قبل ما يطلع، حتى لو كان احنا نتكلم عن ورد سرطاني، حتى لو كان نص سنتي واحنا شلناه في مبكر 97، احنا طردنا من هذا الخوف فصار يجينا جميع الانواع من متعلمة من موظفة الى ربة بيت. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى بعد مركز عبد اللطيف. والسبب الثالث؟ السبب الثالث هو طبعا المجتمع، وانا اقولها لك بالفم المليان. طيب
طيب ايش في المجتمع الحين؟ انا اقول لك ايش في المجتمع، لما واحده تعالج عن السرطان يو خلاص بينقص شعرك، يبي يطيح شعرك، بيصير شكلك، يبدون يعطونها الرسائل السلبيه. السلبيه، احنا نطرد هذه الرسائل السلبيه ونحولها الى ايجابي. شعرك راح ينزل ونجيب لهم متعافيات، الان ما شاء الله مع المركز عده متعافيات. الاخت حصه والاخت ايه ما شاء الله يعني صاروا وايد. يعني انتم عاملين حتى غير التوعيه عاملين دعم نفسي كمان وجايبين حالات، شوف المريض يصدق الانسان اللي يكون فيه. شوف الشعر بعد الكيماوي انه طلع مره ثانيه. يعني ليش المجتمع اقتنع من ليش المجتمع خليني اقول لك حتى في القصيم الان زين انا وصلت اللي ساره وسالت عبد اللطيف وصلتها للقصيم لان عضوة ايضا مع سمو الاميره نوره بنت محمد حفظها الله حرم سمو الامير فيصل بندر فيصل بن بندر فانا برضو عضوه معهم فكنت اوصل رساله عبد اللطيف الى القصيم فالحمد لله من توصيل الرساله اصبح حتى القصيم يتعامل بهالثلاث البنود اللي ذكرتها لك النفسيه نص العلاج انا قربت من المريضه انا عالجت المريضه خلاص كمان يعني يكون في مصداقيه كمان عاليه استاذ لطيف لو تتفقي مع اذا كان انسان مر في نفس المراحل انا حطمن اذا كنت انا مصابه بسرطان الثدي واشوف المراحل المس المصداقيه كمان يعني يكون في تفاعل زي ما الحين في الدول الغربيه هناك تلاقي في تفاعل يجيبون الحالات يجلسون يتكلمون يعني يكسرون الحاجز والخوف والخجل اللي موجود احنا يوم جبنا متعافيتين في حمله واحده اللي هي كانت على شرف سمو الأميرة الجوهر حفظها الله والله سمو الأميرة والله من هذا المنبر قامت وحيت آيات وقالت أنا راح أدعمك زين لأن كانت الأخت آيات قالت تجربتها بكل صدقية وكذلك حصة فأصبح كيف التفاعل كان موجود بين المريضات؟ ما تتخيلين كل بهم اللي صفق لها واللي دعا لها وكان يعني كان فعلا يعني موقف مفرح وفي نفس الوقت مبكي كلها مع بعض ان المجتمع يغير نظرته وبسنتين خلينا نقولها لك يعني المركز عبد اللطيف اشتغل بس سنتين ونص هذه الاخيره شغل يعني ما شاء الله ضغطوا على انفسهم والله انا اقول يعني عددكم سبعه وما شاء الله اعمالكم فوق السبعينات كانت تلقى الاستاذ غاده الله يا رب يعطيها على قد ما اعطت المركز زين كانت تقول لي وانت الثامنه يعطيكم العافيه بالجدول والله حطتني معها والله بالجدول حطتني معها وانا فخور لدرجه المشرف حقي استاذ دكتور التميمي لما كان يشوف الجداول كان يبهر مني يقول لما ما يكون عندك امتحان لطيفه ما عندك مشكله لانه صار امتحان الطلب لما يكون عندك امتحان ما عندك مشكله طيب استاذه لطيفه كمان ايش ينقص المجتمع؟ هل المجتمع زاد يعني توعيه عنده؟ ايش اللي ينقص المجتمع انه احنا نحفز مجتمعنا احنا في السعوديه عشان نرفع مستوى التوعيه بين السيدات؟ بكل امانه وبكل صراحه ينقص المجتمع الدخول للمجتمع واحنا دخلنا هذا المجتمع لانه الحين ما تتكلم فقط من منابر قنوات تلفزيونيه هذا رقم واحد عشان ادخل المجتمع ابي ثلاث بنود ابي الاعلام زي هذا دورنا احنا كمان ان احنا مساهمين معاكم عشان تكون معانا ابي انا ادخل المجتمع ما ابغى اتكلم فقط من خلال اعلام وانا ما دخلت على المجتمع ايش فايده مني؟ يمكن يقول لي هذه بس جالسه تقول لي كلام مهم وين هي؟ لكن لما ادخل معاهم فعلا والله كان احدى الحملات في المزاحميه وما كان شهر اكتوبر زين كانت في الكليه كانت واحده من الطالبات جت لامي همست باذني الاعراض اللي قلتيها يا استاذه لطيفه موجوده فيني وعملنا لها على طول تحويل عملت لها باتصالاتي على طول والحمد لله النتيجه انها الان لا شلنا الثدي ولا شيء والان هي جديتها العمليه والان الحمد لله هي في الشفاء هذا بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل مركز عبد اللطيف لاني كنت معهم في حمله المزاحميه كليه المزاحميه فشوفي كيف يعني بنت 16 سنه تجي لامي تقول لي لطيفه كل الاعراض وش سويت انا عشان ما اسوي ضجه وكذا قلت يا هذه كلها كانت في المدرسه صح؟ كانت في الكليه في المزاحميه، فقلت للعميده تسمحي لي افحص مجموعه من الطالبات والعميدات؟ قالت لي ايوه، فاعطوني غرفه فحصت فيها عشان ما احسسهم ليش هذه فحصت من بد العالم هذه كلها. فمن جانب نفسي حضنتها في نفس الوقت عملت لها اتصالاتي وحولت في نفس اليوم للمدينه تتعالج فيها. هذا الموقف قدام تخيلي 100 طالبه ومعوضات وعميدات الكلها وكمان المستشفى حقهم برضو لما سمع في القصة هذه نادانا في اليوم الثاني فرحنا سوينا عندهم حملة للمراجعات فغير المزاحمية هذه غيرنا في هذا المواقف وفي الحملة غيرنا فيهم مفاهيم كثيرة نعم موقف إنساني يعطي لمسوا فيه
طبعا. أيوة. استاذه لطيفه، كمان احنا هنا دورنا كاعلام كمان توعيه المجتمع اكثر. الاستاذه لطيفه، ليش انا قلت انتم اولا؟ يعني دوركم، اذا انتم ما تدعمونا احنا ما نصل للعالم. اكيد اكيد اكيد. استاذه لطيفه ناصر البصيص، مشرفه في قسم التدريب والتعليم في مدينه الملك سعود الطبيه، كذلك عضو ناشطه بمركز العبد اللطيف للكشف المبكر. شكرا لك. تسلمين. بقت كلمه اخيره اذا تسمحي لي فيها. تفضلي. الجمعيه السعوديه الخيريه لا نهضم حقها اكيد، فهي ترعى المركز رعايه قويه جدا، فهي اللي تدعمه ماديا ومعنويا، لذلك الجمعيه لما حصلت المركز حتى انا تدعمني زين، لما حصلت المركز عنده استطاعه للعمل لم تقصر. نعم. هذه الختام اقولها شهاده حق في الجمعيه السعوديه الخيريه. نعم. اعزائي المشاهدين، طبعا دور المجتمع لا يقتصر على احد، كلنا متكافلين في مجتمعنا. فاصل قصير فابقوا معنا. انت متفوقه معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية، سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. مجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل. سعودية تسعى لتقديم كائن لغوي مطور تقنياً.